نضويو عليها في العراس وهز لمبة ديالك وتسخر على عباد الله. اللي ما عندوش ذاك الراديو شي ما كاين. حضر هذه. واحد العام شرا خويا ودار عليه الشمعة حركو في ليلته. مالكو صايبين لي واحد شوف. شعلت الراديو هنايا عطفيت ودار روح شمعة. واش الكليان هذا؟ مازال شويه تيتيش. الوزيرة ديال العروس. كاين العاطمة ودي ذاك الزمان ديالنا. فرشتي الهضرة بحال هكا نفرش ذاك. ودابا الهضرة ما بقاش. ديال البصمة مع شحال ديال البصمة. يا ولدي الزمان المهم خلينا نقولها بعدا لوليداتي السلام عليكم كي دايرين لاباس عليكم كي دايرين وليداتي مع الصحيحه وراني ديما تنسول عليكم ويسول عليكم الخير والرزق ان شاء الله ورا وليداتي اليوم راني مبرعه في واحد المحل تبارك الله اللي ما هادشي ذاك التراث ديال زمان اكيد الوالده صح والله بنتي كنت نقلب عليه وهادشي اللي تيعجبني في الخاطر ديالي امين فيها الميدونه ها هي اللي كنا تنفتلو فيها الطعام زمان هادي قالت لك الوالده كانوا تيفتلو فيها الطعام والله الا ولدي الا كنا تنفتلو فيها الطعام ما شاء الله هادي الطعام وتبقى تضرب هكا ايوا ديري لنا ما ماشي ماشي قصعه ديال الطعام دابا نديروها يلا غنجيبها ليك ان شاء الله هنا الوالده شنو كاين عاوتاني هنا هذه يا ولدي الصينيه ها هي بهذه ديالها هذه الربيع دوك الربيع تنديروا فيهم السكر هذه ديال السكر وهذه ديال اتاي وهذه ديال النعناع المهم داك هادو كاساميلات وهاد الصوالد الان دابا كاين عند بداتي والله عرفتي لحد الان باقيين عند هاد البراد هادو راه مع شحال من قرونه عند هاد المعرق هذا والله العظيم هادو دارت وقتهم واش الوالده مازال بزاف نوريهم واش الصوالد ديالنا اكيد ها هي من كل شيء هادو دوك السباني هذا الحال خالتي ما شاء الله ما شاء الله شوف الوالدة عاوتاني هنا شنو كاين شباب اي هذا داك دوك داك المرفع ديال هادو اللي كنا ديال القدام هادشي اللي كنا تنديرو حنا ديك الساعة ما شاء الله الكوزينة كتكون بهاد المرفع ها وتسد فيها هكا وتبقى تحط عليها المواعن يلاه جوج السهلة وكنشوفو هنايا خلاص رودينا واسلام غادي يرجعو بنادرية ما شاء الله ما شاء الله ضربين شوف اسلام ضربين شوف ضربين شوف الله يلاه برافو عليك وغادي نزيدو الوالده مع رفقة اكيد الاخت ابتسام والاخ حفيظ وتيتيش وغير انتصار وملكة اليوم امي حليمه راه في الجنه هي هادشي اللي كتقول لك ما تنساش واليوم جبناها باش تشوف داكشي ديال زمان والله زعما الصراحه هاد البلاصه غزاله قسما بالله على الطراب ديال رجليكم والله العظيم هادشي سير الوالده الماكينه ديال الخياطه عاوتاني كاينه فيهم كاينه ديال الخياطه المهم كلشي كاين ما شاء الله تبارك الله مازال الوالده غنديك واحد البليصه غادي تعجبك بزاف تما غنديروا واحد الكليسه بتاي الملاوي اي ان شاء الله تيتيش بعدا على فكره حبيض راه ديجا كانت خياطه داكشي غزال والله الا بحال هذه كلشي حاجه واش ما كاين ما كتشوفوا كل حاجه مع القناه اه
والويدها اشطب ديالكم غادي يكون تنشطبوا بها الله الا كنتي انت خويا ما كاين اشطب اخرى لا والو الله الا هي هذيك اللي اختي تسال اشطب الزرافي وداكشي كتشطبهم ما شاء الله ما شاء الله شوفي لمبه ديال زمان بنتي شوفي شوفي هذه هي اللي كنا تنشعلوا بالغاز ما شاء الله تنعمروها دابا بالغاز من هنايا لداخل ونشعلوها بالوقيده ونديروا الفتيله ما شاء الله ايوا هذه هي اللي كنا تنضويو بها كانت تعمر بالغاز تتعمر بالغاز ها كانوا التليفونات لابولات لا والو ولدي هذه تنضويو عليها بالعراس هز اللمبه ديالك وتسخر على عباد الله والله الا تاع احسن شرق صوا واش كيحيد الهنديه اجل واش تحيد الهنديه حضر هذه الله يلعنك الصحه هي هذه تنقولوا لحنا القراص القراص الوين القراص القراصه تشد الهنديه وتجبدها القراصه وتنزلها الارض الطربوش ديال الطرب الاندلسي الويدا اه الهنديه بحال هكا اه ها وتلوي وتلوي وهي تعطي اه سيدي ما عندي ما نسال لكم كلكم دوزين التجارب ما عندي ما نسال لكم اه هذا تبان ويضا حطوا هنا يا سلام با با هذه شنو داينه شوف فيا شنو داير العشاء ها طب العشاء ديالك ولا مازال يا صافي يلا وجدي حنا غنرجعوا وجدي عندك وجدي حنا غنرجعوا غادي نزيدو نضرو اكيد مازال ما يتشاف ديال المتشبعين شي حاجه واعره واعره التراث المغربي الحمد لله وبلادنا ولدي كلها خير تبارك الله والله العظيم الا كلها خيرات وغطبا لي ولدي بني شو غير طبا لي كي دايرين ديال داك العود ديال زمان شنو كاين ما شاء الله الويدا داكشي ديال الارز داكشي تقليدي 100% داكشي ديال الزمن الجميل الزمن الجميل الزمن الجميل كما قالوا المصريين اه تما كتشوفوا علاش رافع لي كنا كنديروا عليهم الكيسان راه باقي عندنا في الدار واحد باقي دابا معلق الله العظيم الوالد هذاك هو ما كاين في اللعيبات هاد اللعيبات اللي مديورين هنا هادو راه كيكونوا عند واحد دوك البرام ديال الطحين هادو شي يشوب بديك ديك ديك هادو البرام ديال الطحين وتيديروا لهم هادو دوك الساق هادوك الطارو ديال الطحين تيكون عند داك الساق وشوف لاعبين عليه ديكور واعر وزوق معدل اجيو سيدو عندي هنا تحيه لخات يمنى تحياتي ليك تحيه لام تيتيش باش ام تيتيش عجبك الناظر ولا ما عجبكش؟ اش غنقول لك جاني الكادو واعر معتبر تحيه تحيه الناظر الصحة والراحة خاتي من الله يا ودي تسالي كل خير تسالي كل خير الله يا ودي هما التفاصيل ديال الزمان اللي كنا تناكلوا فيهم ها هما دابا ولا الطاوس ولا هادو كنا تنفتلوا فيهم تنديروا فيهم الطعام انا كانت عند العجوزة ديالي بحال هادو هما وتناكلوا فيهم احلى بصيفو وهادو التفاصيل واخا يكون العرس وتحطي في هادو فكرونا بزاف حاجات كان كيبقى سيطا يا مخليمة هذا الزنك تا هو ديال القصدير زوين ما شاء الله ما شاء الله وزيدوا اجي شوفوا هنا الوالدة مازال غادي نوريو المتتبعين بزاف الحوايج الساعة القديمة هنايا مرفع تا هو ديك السوايعات القدام هكا اللي ما عندوش داك الراديو شي ما كاين الله العظيم واحد عام شرا خويا بدا راه يسمع حركو في ليلته هذا العام كتسمع مصفرات لا كدير باش تخدم وكان عمي عنده واحد الراديو بحال هكا وكان كيسمع واحد البرنامج سميتو سمير الليل وقيله سمير الليل كان انا وفاطمه زهرة كنديروا نوبه كتقول لي هذه الليله غتسرقيه لعمي يقول لعمي غتسرقيه لعمي وغنصمتو له غدا كنسرقو له انا واحد شوفوا الكنز يا كنز انا ما شاء الله صاي سريح يا جوج صحاب هذه اعمال يدويه كيصنعوا غير باليدين هذا الشيء غير قرعه البلاستيك هذاك عرفتي ذاك المدفع هذاك تردو هو لا هذه دايرين بير بير
لا 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 يلا مخيمة عم راسو القبيس هذا الرابوس هذا النهار اللي كنا تنديروا العافيات تلقينا مغاه ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله هاي تشحر شنو هذا ما شنو هذه قال انا وخليت الماكينه ديال الكتاب هذه الميزان كمان الماكينه ديال الكتاب هذه الميزان ما قالوا لي ساق بني هذاك الغلي قديم ديال الفضه ديال الطه ديال ديك الفضه زمان ومازال بزاف د الحوايج يا ملكه رجعت يا ملكه رجعتي لخياطه ملكه صايبي لي واحد شوف باش نبدا نشعل الراديو هنايا طفيت ودابا حشيت يا بنتي كنخيط وراني مرتاحه واش الكليان هذو الكليان جاوك ملكه الكليان ديالي سربعنا الشغيله سربعنا لا لا ديال انتصار شوف اختي فينا هو تشوف ملكه تشوف ديال حصات انتصار تشوف ديال انتصار تشوف كنتصورت لي كنصح دابا ماشي معقول دابا اللي تردو في ملكه لا 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 الصح ديال الصح انت ولدي ها كنا تندوروه تندورو بحالك ها هي بنين تتريكلي الاذاعه الاذاعه دوك اذا بقيت تمشي وهي الاذاعه تتكلم عطا توصلي داكشي اللي بغيتي يا الله يا صراحه ما عرفتش شي حاجه كان فيها الطوره هذا الزمان يا ولا التليفون فيه كلشي جمع جمع كلشي الراديو التلفازه التلفازه وصري سمعي كلشي يعني سطر على حتى العقل سطر عليه ما سطر ماشي خلينا نخرجوا كاع والله يرحموا كيكون حداهم تا الزوم والوالد بزاف ما يتشافنا دابا غنقول لكم شي بلايص الحجرات الحجرات كانوا بمعقول الا ضربت شي واحد واش شحال هذه الحجرات ولا كنا تنحيدوا لهم واحد تمشي بحال المسكه من الداخل وكان مضوا مسكه سبحان الله العظيم قسما بالله واحد الوقت داك اللدون ديالها هذيك راه عرفتي راه واحد الماده خطيره اش كنا فيها حنا المهم تحيه لاي واحد كل هذاك الدم الزمن جميل نمشيو دابا نهبطو نوريكم شي بلايص عطيني اخرين واعرين ومازال عنديكم واحد البلاصه تشربوا فيها اتين وملاوي ان شاء الله يا سلام والخبز ديال الصومعه ما شاء الله ما شاء الله باقي غندير انا بالطوموبيل ديالي غادي يكون غير خير غير هادشي واش سير الله ها انتم كما كتشوفوا الملكه كي جات هذا الحزام التقليدي بقى هكا الملك غير بقى كاع ما تحيديش وما غنحيدش اخويا الحسن ها وليت غير في يدك والله العظيم يا سلام الله شوفوا عاوتاني بلاتي بلاتي تيتيش مازال شويه تيتيش الوزيره ديال العروسه ياك كيديروها ياك خالتي الوزيره كدير الصراحه هاد اللعيبه هادي يلاه خليتها سالي تيتيش غنزيدو نشدو لكم مازال ان شاء الله يا ربي الوالده بغات نديكم واحد الفران داك الشيء واعر واعر نخليو ملكه وتيتيش بمساله وغاتي معايا حصه وابتسام و لا الانتصار الانتصار كنقول لكم خصكم تزيدوا الدعم بغينا نوصلوا ل 100000 تنوعدكم الا وصلتوا ل 100000 غندير واحد المفاجاه لي طوب قسما بالله غنتسناكم ان شاء الله ربي في هذه السيمانه تعاوني مع الانسانه الطيبه الانسانه الشجوعه الانسانه المخلصه الانسانه الانتصار الله يهديك اجي غندي انتوما شوفوا ديك العصاره القديمه ديال القهوه العصاره مي ديال القهوه ما كي تيديروا لها ودي وقيلا بان تيديروا القهوه هنا كانت العصاره هذه ديال داك ديال لاكريسه يا ويلي انا جاي ماما حليمه والله الا بحال لاكريس بالله العظيم ديال اشو بامي ها انت التفصيل ومزوق بالعقاق كي جلاب صحه الله العظيم هي العقيقات ها انت هذه ماما حليمه النشاط مع قسما بالله اللي خطاك وصاح وغندخلكم لواحد الكوزينه دابا غندخلكم الوالده لواحد الكوزينه اللي عندهم في غايه الروعه وتشوفوا واحد الخبز كيفاش يتخبز تبارك الله عند الناس بسم الله بسم الله تبارك الله والتاويل الحمد لله هادشي زعما اش نقول لكم ما شاء الله وكبر بارك الله فيك اش هي تتحل هنايا تبارك الله قالت البلدي عندهم الوالده قالت البلدي دابا قالت البلدي ديال الفيلم كيف يا ربي شوف انت ولدي كلشي بلدي كلشي يا سلام يا سلام السيفه البرده داتها والله العظيم كلشي غزات تبارك الله شوف الحاجه اللي بغيت نوريك ليا زوينه اللي عجبتني الصراحه تاع الانتباه ديالي في هذه الكوزينه هي الفران هذا شوف كي داير تبارك الله ونديك يا غزاله كتحمق هذا غزاله هادشي هذا اللي جا زعما عند هاد الناس ما غاديش يندم على هاد الكريسه والله القصر بارك الله يا ربي شوف كلشي ولدي طبيعي كلشي زوين غنوريكم حتى الخبز اللي كتخبزوا واحد السيده مسكينه هنايا واقيلا يكونوا تيديروا شنو نقي الله اعلم راهم يديروا حتى الملوي هنايا صافي صافي الملوي غناكلوا الملوي نشربوا يا تاي
واعره الثمن المناسب السي حسن راقين بالواجب السي حسن تحياتي لك السي حسن تبارك الله عليك الله يكبر بك الله يخطيك هاتي الوليدات في الفلاح راه الى كلشي ودي زوين كلشي خبزه انا نرميوها فرحوا جبدي غير جبدي خبزه عرف يخصوني بهذا الجبد باش يستمر اشوف اشوف اطباق تبارك الله الله يلا الله يعطيك الصحه ديالك هو الدجاج اللي كنجر به ما شاء الله عليك وصح شاف وني ما شاف الله يعطيك الصحه برافو عليك كمل لي في العمل اخويا الله يعطيك الصحه الله الا داك ولدي غزال اجي هو الوالده اجي واجي ايوا ما كانش ولدي بحال الطبيعيه اه الله يعطيك الصحه اول حاجه اه في شويه في شويه شوف اللي عجبني فيه كاين بزاف النقاوه عندها الخواختي الخبز الوالده شوف الخبز هنا عندنا ساشي شي معتبر يعجبك خبز ديال الدار اللي كتحماق عليه انت يا هذا الخبز كرد يا الله خبز مرزن هذا الله يعطيك الصحه اليد اللي صايبوه الله يعطيكم الصحه يا بنياتي الله يعطيك الصحه ابي اختي عطيني كارت فيزيت ديالكم الله يسهل عليك عطيني كارت فيزيت الناس اللي بغاو يجيو للدار شوف شوف كيفاش مشى هاكا كارت فيزيت ديالهم هي هادي 0 41 60 91 98 الله صحنا اختي دابا غيجيو عندك الكليان ان شاء الله ديال مهبوات التيفي خصك تتعاملي معاهم ثمن مناسب الله يكبر بك اختي شكرا يعطيكم الصحه ما شاء الله ما شاء الله عليكم صافي صراحه عجبوني هاد الجوج هاد تبارك الله فوق فندلكم واحد التصويره سيد كاري انتوما بجوج نيت يلاه تقادو يلاه الشلحه ديالنا يلاه هاكا هاكا واحد جوج ثلاثه والله الا جيتو ما شاء الله عليكم بارك الله ما شاء الله صافي دابا ان شاء الله غادي نخرجوكم من لاطيراس ولا غنطلعوا الفوق وندير واحد الجلسه معتبره ان شاء الله باش نحتفظ بهذيك الصراحه والله احسن قهوه دخلت لينا زعما واحد الساعه قهوه فيها واحد المزيج خرج بهذاك العيال واش هادشي كاز الحوت كاز اقول لهم ما تعيبوا الناس عاوتاني هادشي كاز الحوت ما شاء الله ما شاء الله ايوا اجيو معنا اجيو اجيو معنا اجيو معنا حفيظ ايوا الحمد لله وليداتي هانتوما تتشوفوا حنا جينا بتاع الهيادر هذه شحال باش داروا علينا دابا عاد شتيو معنا تبارك الله كان الا ما فرشتيش الهيدوره ما كاين والو كاين والو في ذاك الزمان ديالكم والله العظيم اودي في ذاك الزمان ديالنا ما فرشتي الهيدوره بحال هكا نفرش ذاك ودابا الهيدوره ما بقاش ديال البصمه مع شحال ديال البصمه اسمعي 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 ها وتوحشنا نقول ساعه لا هي لا هي يا بنتي ها تقولوا انتم العادين هذا تنقولوا له الحنبل ها ذاك صبر كنقولوا بنشقره بنشقره هو هذاك هو هذاك الوالد بنشقره ديال زمان عاوتاني اللي ما دارش هاد بنشقره ديال ديال اختي شي ساعه المشكل كي غنديرهم شنو الوالده دابا ديروا كاسكروت هنا ولا غنديكم واحد وصاحبتي زوانه شوفي الطايفر ديالك يا زمان هادشي الوالده سيري ارتاحي بحال هكا انت نسيبو الهيادر بحال هكا ورميو عليهم الملايات وتينعس بنادم ودابا دابا الجلسه تجيب للصدادر ما كاين والو عرفتي واحد الجلسه تبارك الله واحد الجو على برا تنقول لكم راه يا سلام قسما بالله تبارك الله يا ربي والله بنياتي داكشي ليك يلا انتي ساعده اشنو الويده نقاو الزرع ولا هاهي هاكا تنقولو بحال هكا ونقاو الزرع تحط المرا داك خويا الله يرضى ويجا كانوا كيعملوا كيعملوا الزرع ويجمعوا عليها ويجمعوا يلاه يلاه جبد 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 دابا الحياتي دابا كينزلوا التليفونات وكيفرقوا على بعض هاهي الله العظيم هذا ما كيهضر مع هذا يلا شوفي عندي لكم واحد التصويره تذكاريه هنايا واحد جوج ثلاثه صافي جيتو هما هذوك دابا غتنوطو ان شاء الله يا ربي باش غادي لكم ديروا واحد كاسكروت يلا سيري على الله يلا سيري بالله سيري على الله خليني يلا عملتي شي حاجه مع
مزيغيه لا مالك يا مالك يا مالك يا سيري مالك يا دواء ما غديتها ويش هيا بريده دواء 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 هذه الصح حنان هذه الصح حنان هذه الصح حنان حنان ان شاء الله يا ربي عما قريب كنت تمشي بالطريق غير الناس اللي مزيانين انا غنقولها لكم نشرحها لكم اوليدات والحوايج اللي زوينين والحوايج اللي زوينين يلا الوالدة يجونا بطوطة بعد ان شاء الله يا ربي قضية مزيانة هنا وديها شي سانسة الراحة النفسية تلقاها هنا والله العظيم شوفوا الاجواء مازال فوقي ومازال هذا اوتيل كبير وقهوة تبارك الله وهنا واحد الكليسة غزالة كما كتشوفوا ذاك الفرانة منين خار شوفوا الجلسة على برا الناس العائلات كيفاش جالسين هنا شروي ده على ديكور هنا كده. شو بلانش يتوش؟ تبارك الله أنت تشوف هالدنيا والقلب. الراحة دي كترسها. ما إلى الراحة. قلب دي القلب. قلب دي كيرسها. تبارك الله يا. كيف شلون تسا؟ أنا غندخل لوطن ما غنمشيش بالمال لأن عجبني المنظر والصوت ما كتشوفوا عيانة شويش يعني باغي خليها تاكل شوية ديال العسل باش تعطي لها هذه الطاقة تجي دابا إلا قالت لها أخوتي وجيراني ويلي راه كاين جو غزال خلاص الفوق دابا الحاجة اللي غادي نديكم ليها هي غنمشيو إن شاء الله يا ربي الطبيلة ديالنا راه خويا حافظ وجدها لنا صح العربية كلشي كاين إن شاء الله يا ربي مشينا يلاه جيو تعرس كالحسن هنايا أنت نضربوا العراس يا الوالدة هنا صافي والله العظيم ندير الدنيا فنا شوف انت راه كاين شي بلايص اللي واعره صافي نجيبوا لها داك الدرسيه والله العظيم شي جابت ام حليمه الله يعطيك العافيه حنا كاع ما كناش غنطلعوا الفوق الساعه صدقنا طالعين ثم كما كتشوفوا الاجواء هذه قريبه النظر المشاهدين يشوفوا هذا الشيء الله العظيم زوين يا بنتي كل شيء زوين عائله الوالده تيجيو هنا هذا شنو بطل الوالده يلا نهودوا ولي نديروا كاسكوت ان شاء الله راه حافظ ولدي مجدنا يلا نهودوا ان شاء الله يا ربي شوفوا اخواتي من هاد الشجره في الوسط سبحان الله العظيم من لتحت شوف تبارك الله الله العظيم كتشوفوا دابا الاجواء تبارك الله هي هادي يا سلام شوف لا يحصى عمرها كاع حصى جينا لا حصى فاني باينه براتي والله تناخذ لكم واحد التصويره تذكاريه تجمعوا تجمعوا احصى ديال البنات تبقى لكم ان شاء الله يا ربي ذكرى يلا واحد جوج ثلاثه شوفي هنا زيدي يا ابتسام باني شي شويه تنتيا 90 سنه ان شاء الله ان شاء الله يا ربي نشدكم كاملين واحد جوج ثلاثه يلا جيو بحالكم هنا دابا ان شاء الله يا مولانا باش ان شاء الله يا ربي غادي نهيو هذا الفيديو في هذه الاجواء زوينه واه يا ام حليمه انا خير ورزق ان شاء الله اش بالك الوالده هز من البلديه هز بدا البلديه والله امي هذه الجلسه هذه ما عمري ما نساها غير جاو عليا الحوت ديال الطراب يا شي الوالده الجلسه كي دايرت تبارك الله جلسه غزاله تبارك الله ان شاء الله بالتعاويد ان شاء الله يا ربي واكيد الاتصال قلت لك كيما قلت لكم زيدوا شجعوا عليه توصل لي 100 كا والله العظيم جبت لكم واحد المفاجاه الا في غايه الروعه مهم نقول لك شنتيا هادشي كامل ما غنقول لكش تيجي حفله لا انا ماشي شي حفله هذه ماشي نقول حفله حفلات حفلات هما ما شاء الله يا ربي ودابا سهل كل الخير اتصال قسما بالله القلب الكبير الله يعمر هدار الله يودي كما كتشوفوا الاجواء فاش جينا تقريبا راه هي هذه ها انتم الكسا كي دايره هنا يا سلام يا سلام يا سلام ودابا نخليكم ترتاحوا ان شاء الله يا ربي ناكلوا الكسه كانت على هذا الشكل هذا الوالده ان شاء الله والحاجه اللي بقى لنا نقول لهم الا السلام عليكم السلام عليكم الله يعاون السلام عليكم